مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج أكل بيت. اليوم حلقتنا خصصناها حتى نسوي سمك الزبيدي الفريش اللي اشتريناه من أسواق وفر ولقيناه فريش وبالحجم اللي احنا نحتاجه. أول طبق راح يكون عندنا هو السمك الزبيدي، ثاني طبق للحلو راح أسوي لكم الكنافة. راح نبدأ أول شيء بمكونات السمك الزبيدي. راح نحتاج إلى قطعتين أو سمشتين حسب ما أنتوا أفراد العائلة شقد عندكم، إحنا اشترينا قطعتين. راح أسوي خلطة خاصة بالسمك الزبيدي للتقلاة، وطبعا هاي الخلطة اللي أسويها تقدرون تحتفظون بيها وتستعملوها لكل أنواع السمك خاصة للقلي وجدا لذيذة. راح أحتاج إلى طحين، شوية ملح، راح أحتاج إلى ثوم مطحون وفلفل أسود والبهارات الصفارات الثلاثة اللي هي الكاري والكركم والكمون. كركم، هاي عندنا كمون، تقدرون تخلون زنجبيل ايضا. نخلطها نشتمها، راح تشمون ريحتها، راح تجي بخشمكم البهارات الصفرة وريحة الثوم المطحون. مثل ما شفتوا صار عندنا هاي الخلطة جاهزة اللي راح نخليها بالسمك اللي من الطرف الأول والثاني، ونبدي نقليها بزيت حار. لبين ما نخليها راح أسوي إحنا الرز مالتنا، إحنا نقعناه وخليناه جاهز. شغل النار مالتنا، خلي شوية زيت، بس شوفوا في لو أبدي أجهز الرز مالتي. طبعا انا اختاريت اسوي رز لونه اصفر او تمن لونه اصفر ويا السمك بالمكسرات. انا كلش حابة تفاعلكم ويا الكومنتات بالصفحة مالتنا، واتمنى اذا تعجبكم الاطباق اللي دا اسويها. راح اخلي كمية من الرز المنقوع هنا، احنا نريد كمية صغيرة. راح اخلي شويه كمون، شويه كاري، هاي الطريقه. راح شويه اخلي ثوم مطحون، راح اضيف شويه مي، راح نص النار شويه حتى يستوي. دائما نسوون التمن هو شقد بسيط، بس مرات شوية زيادة بالمي راح تخلينا التمن معجن. إذا ردنا نسوي لونه أصفر أكثر نقدر نخلي زعفران، نقدر نخلي صبغة اللوزينة، أنتوا حسب ما تفضلوا. أخلي شوية ملح وأتركه يستوي. بعد ما ضفنا الملح
نحاول النار تكون لا عالية ولا ناصية، ونتركها شوية. نبدي نتبل السمك اللي عندنا اللي هو الزبادي. راح نخلي كمية الزيت، زيت الذرة العادي، وراح نبدي نخلي خلطتنا للسمك اللي احنا سويناه. راح نبدي نمسحها بهاي الطريقة. راح نخليها بهذا الشكل حتى نبدي نقلي. خليناها بهذا الشكل. طبعا احنا سبق وان نظفناها، واصلا مثل ما قلت لكم انا اشتريتها من اسواق سوبر ماركت وفر، وكانت جاهزة ومنظفة ونظيفة. راح تكون عندنا بهذا الشكل. من يحمى الزيت مالتنا راح نقليها. حاول هيك يعني قصقصتها. هسه جهزت. تشيك الزيت مالتنا. طبعا هالخبطة اللي خبطتها تقدرون ورا ما تخلصون اذا بقى عندكم زايد تخلوه بشيس نايلون وبالمجمدة، ما عليه اي شيء. تشيك الرز مالتنا. خلينا الرز على نار هادئة. الزيت صار جاهز هنا. مجرد ما اخلي السمك على النار راح نجهز طبق الحلو اللي هو طبق الكنافة. ما اريد اوسخ الجف مالتي، راح اخليها بالزيت الحار حتى تقرمش. نقدر نزيد هسه. خليناها على النار، احنا نريد نوصل درجة القرمشة اللي بيها وتتقلع لنا كل زين. تمام راح يصير. واو. أكلة سريعة وما تتأخر وما يحتاج لها وقت طويل. راح أنظف مكاني. ونبدي نجهز طبق الكنافة. نظفنا مكاننا. راح احتاج الى عجينة الكنافة مثل ما تشوفون هنا. انا جبتها جاهزة، بس انا بدني مارك منشت اشتريها من المحلات العربية، هي يكون شكلها ابيض مو مصبوغة.
فأني شلون أصبغ هيك؟ كنت أستعمل يا أما زعفران يا أما صبغة اللوزينة، فيكون لونها أصفر. أني أحب يكون لونها أصفر، ما أحب يكون لونها أحمر بهاي الطريقة أو برتقالي. راح نستعمل السمنة ونخلطها ونبدي نسويها بهذا القالب الخاص بيها. نروح وياكم فاصل ونرجع مرة ثانية. رجعنا هسه من الفاصل، راح نكمل الأكلة مالتنا. السمك هنا تقريبا استوت أول صفحة من عنده، نقلبها بهالطريقة ونبدي نحضر طبق الكنافة. السمن مالتنا أيضا جاهز، مثل ما قلنا راح نحتاج إلى السمنة. راح احتاج الى عجينة الكنافة راح اخلي لها السمنة او الزبد او اي شيء انتم متوفر عندكم، هاي راح تعطينا طعم كلش طيب. اخلطها بهاي الطريقة وأبدي أجيب الطاوة اللي راح نسوي بيها الكنافة. نخلي طبقة هذا الشكل ونضغط عليها ونجيب الجبن اللي حضرناه. عندنا هاي الجبنة خاصة بالكنافة اللي هي اسمها القشطوان، وزبنة جبنة الموزاريلا. اكو ناس يخلون محلبي ويا الجبنة يفضلون، اني احب اخلي بس الجبن بهاي الطريقة. موزاريلا ايضا نوزعها بهذا الشكل، نضغط عليها ونجي نكمل الطبقة الثانية من الكنافة وبس. جدا سهلة وسريعة ولذيذة بنفس الوقت. نوزعها بطريقة صحيحة طبعا. أنا حضرت الشيرة لأن لازم تكون باردة، اللي هي كوبين شكر كوب من المي عصرة ليمون قليلة. وزعناها هذا الشكل، شوفوا ايش قد سهله وسريعه. راح ندخلها للفرن ونكمل بقيه الاشياء اللي سويناها. السمك مالتنا صار جاهز والتمن صار جاهز، راح اخليها بالفرن ونحضر صحوننا للتقديم لبين مصير الكنافه. احنا نشغله طبعا على درجة حرارة 180، راح تبقى لنا 20 دقيقة. نطلع السمك اللي صار، نستعمل هذا الصحن، شوفوها قسبت وصارت. راح نطفي عليها نطلعها. خليها تنشف، طفينا النار، خليه يبرد هنا، نشيل الأشياء كلها اللي استعملناها حتى مكاننا يظل نظيف، نمسحها. هاي طبعا عندي هنا كمية من الفستق الحلبي المطحون حتى نزين به الكنافة. هاي الطريقة
صار مكاننا نظيف وجهزنا تقريبا الطبقين. راح نختار صحون للتقديم. راح اختار هذا الصحن. بما انه احنا عندنا السمكه هي كبيره الحجم وراح نخلي وياها ثانيه وثالثه، نختار صحن شويه كبير حتى يبين بيه. هسه راح نبدي نحضر اطباقنا النهائيه. ورا ما خلصنا كل شيء، خلصنا الكنافه خلصت بالفرن جاهزه، هسه نطلعها، والسمك مالتنا كمل الزبادي والتمن ايضا. راح نبدي تزيين الطبق مالتنا. راح احتاج لهذا القالب اللي انا استعملته ذاك اليوم. راح ندني هيجي، راح نبدي نخليه بالقالب حتى نزينه بالمكسرات. ناخذ هاي الكمية نضغط عليها حتى نحصل القالب اللي احنا نريده. نجهزه بالمكان اللي نريده، نرفعه بهاي الطريقة. السمكاية عندنا جاهزة، نقدر نخليها كلها، نقدر نقسمها قسمين. إذا خليناها كلها راح يصير حجمها جدا كبير. أنا إيش راح أسوي؟ راح أقسمها إلى قسمين. مستوية وصايرة عندنا جاهزة للتقديم. تقدرون تخلوها بهذا الشكل تكمله بهذا الشكل، بس اني اريد اخليها اسويها طريقة ثانية كتزيين للطبق او غارنش مثل ما نقول، او انتو تحبوه. عندي هنا المكسرات، راح نزينها بالخيار، الفجل مثل ما تشوفون انا احب اسوي بهاي الطريقة. راح انزع هذه، طماطة عندنا نقدر نسويها بهذا الشكل الدائري ونزين بيها طبقنا. تقدرون تزيدون المكسرات، نشيل الأشياء الزايدة. نطلع طبق الكنافة مالتنا. هذا أول طبق صار جاهز اللي هو زبادي بالتمن الأصفر والمكسرات. بقى عندنا طبق الكنافة، راح نطلعه احنا من الفرن
صار جاهز، والجبن ساح. احنا اوريدي محضرين الشيره مالتنا وصارت بارده، راح نسقيها بالشيره اللي احنا حضرناها مسبقا. هاي الطريقه. ونزينها بالفستق الحلبي. شوفوا هسه هي تشربت، لازم تكون الشيرة باردة. بقت المرحلة الأخيرة اللي هي تزيين الطبق بالفستق. وبهذا أعزائي نكون كملنا أطباق اليوم. ألتقي بكم بأطباق جديدة يوم غد. شكرا لكم.